مستقرا ومقاما. الغرام هو الملازم، فيقال للرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول سدد ديني أعطني مالي، يقال هذا غريم، لأنه لزمه في كل مكان، إن خرج من بيته رآه، إن صلى في المسجد رآه، فهو في كل مكان يقول أعطني مالي. فالشيء الملازم هو الغريم، فجعل الله فسمى الله تعالى عذاب النار غراما. والنار عياذا بالله أعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه، ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها، فذكر أنها ضوعفت عن نار الدنيا بسبعين ضعفا. فقال رجل يا رسول الله إن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لمثلها سبعين ضعفا. ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. فإذا لذعت النار أصبعك فقل يا ربي أعوذ بك من النار، فإن تلك هي بسبعين ضعفا مثل هذه النار. فالمؤمنون يسألون الله أن يعيذهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة يا ربي أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار يا ربي أعذه من النار. فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو التوازن، هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو قال أنا كل ما دخل علي من مال كل شهر أتصدق به جميعا فهذا مخطئ، ولا تبسطها كل البسط، وإنما أنفق